بتاريخ 3/5/2023 الساعة 11:45 دقيقة صباحا، سمعنا صوت انفجار على أطراف قرقانيا. توجهنا لمكان الانفجار، شفنا شخص مدني عمره بحدود 60 سنة، لابس لباس مدني يقوم برعي الأغنام، قد فارق الحياة، بجواره 3 غنمات ميتات. قمنا بنقل الجثة لأقرب نقطة طبية، وحسب معلومات الجيران اسمه لطفي حسن مسطو من أهالي بلدة قرقانية. كثير عرفت شلون، فسبحان الله قربنا نيح الصوت اللي طلع، طلعنا ولا اخونا ابو حسن يعني رجل مدني عنده مجني ومزرعه ابقار واغنام، فطلعنا الزلمه كان مصاب جنب الصاروخ، طيب جنبه يعني، والزلمه كان يعني مشقف تشقيف عرفت شلون، ما له الزلمه يعني لا ناقه ولا جمل باي شيء يعني. وده مثل ما بيقولوا تلاقي لك الطيران، مثل ما بيقولوا شافوا أبرعه وكذا وقصبه، والطيار رغم بيشوف الإبرة تحت منه، طيب شلون شفته وهالغنم حواليه؟ قتل الغنم معه، مثل ما بيقولوا قتله وقتل الغنم معه. مثل ما بيقولوا تلاقي لك حط غدا. الله يرحمك ويرحمك. ينتقم مني ربي، ينتقم مني ربي، هني هو جماعة التحالف، في عنده نصبر مين؟ مازور. كان عنده يا ابن الحلال غنمات برعافيا فوق بهالجبل، يعني ليك لا له علاقه بثوره ولا له علاقه لا بالجبهه ولا بجبهه النصره ولا مثل ما بيقولوا بالدواعش ولا حاجه تموه، فهمت شلون؟ تلاقي لك من هالمسلحين او من القاعده وكذا، كله كذب بكذب بكذب، وقتلوه ظلم وعدوان.